الله يحفظك الله يخليك حتى فوق الراس ما تعطينا ما والو الله يخليك لينا الله يخليك لينا الله يخليك لينا حامله وحاضنه تبانا وانت وانت باركنا الله يخليك لينا الله يطول في عمرك الله يعطيك صحيحه جديده الله يحفظك يا سيدنا عاش الملك عاش الملك الله يخليك يا سيدنا ويخلي لك وليدك ويخلي لك خيك ويخلي لك الاسره العالميه. عمق العلاقات الثنائيه القائمه على شراكه راسخه وقويه ومتجذره بفضل الاراده المشتركه لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعدده الأبنى. السلام عليكم. السلام عليكم. فيديو جديد طنارة خشاب. مرحبا باصدقاء طنارة كاملين، مرحبا بالمغاربة كاملين. فيديو بيان سوغ على زيارة ديال ماكرون للمغرب، زيارة دولة. هو هاد زيارة الدولة اللي ما فاهمش هي أكبر درجة ديال الزيارات ما بين الدول، أكبر درجة يعني تيتسيناو فيها الاتفاقيات. خص بيان سوغ الدولة اللي عارضة هي اللي مستضيفة هي اللي تعرض على هذاك على الدولة اللي بغات تضيفها. المهم داكشي فيه احسن ما كاين، وهذه هي اعلى درجه ديال الضيافه وديال الضيافه ما بين الدول. يعني بيان سور هادشي فيه الاتفاقيه التجاريه وفيه كلشي. هذه هي زياره دوله وماكرون مرحبا به. كما تنقول لكم ديما، الحمد لله دابا نشوفوا فيديوهات كثار ونشوفوا الاستقبال ونشوفوا المأدبات عشاء وشحال من حاجه. لقطات جميله بيان سور. دابا نشوفوا هادشي كاملو اللي بنهضر عليه دغيا خفا زربا، اللي هو ما شاء الله اللي كما غادي تشوفوا بزاف وغادي تشوفوا مزيان، ان ماكرون ان المغرب كي تنقولوا ضيف ماكرون من المزيان، كبر به ضيف كبر به سيد. ما بيناش ليه انه جاء صغيرا ما جاء صغيرا، بالعكس كبرنا به وفرحنا به ومرحبا به. ضيف هذاك ديال ملكنا، ضيف ديال ملكنا مرحبا به فوق راسنا. وكما هو اعترف لنا بصحرائنا بيان سور، حيت هو ولا بليتو فرنسا هي اللي داخله مزيان في هذا الموضوع. وبيان سور ان جاي وبغى يعاود يصلح الشراكه ويعاودها ويجددها بطريقه احسن. مرحبا، جايب الفلوس مرحبا كاع هادشي مرحبا. وبيان سور كما قلت لكم جاو تضيف احسن ضيافه. وبيان سور داكشي اللي غادي تشوفوا بزاف في الاستقبال راه شي حاجه خياليه. ما شاء الله على الفخامه، ما شاء الله على الوزن والهيبه، ما شاء الله على المغرب، ما شاء الله على الاستثنائيه ديال المغرب. وديما هاد الكلمه تنعاودها، المغرب استثناء، كاينش بحالنا، حنا يونيك من الاخر. يلا نبداو، ولكن قبل ما نبداو نسيت ديديكاس لخويا سعيد. شكرا لك، ديما التحيه تتوصل وديما تنجاوبك. شكرا خويا سعيد من امستردام، وتحيه اوسي لصديقي الجديد من اسطنبول. ورابع عندي لكم ديديكاسات بحال هكا اصدقاء. شكرا على التعليق وشكرا على التفاعلات ديالكم. واه الصحفي سيدي فرنساوي منبهر، مازال هنا ما جاش ماكرون، مشيو مع دقه دقه، مشيو ازيرو، مازال ما جاش ماكرون. ما شاء الله على الرباط كيتزوقات وكيتزينات، هي ديما غزاله ولكن زادت تزينات بالرايات ديال فرنسا مع الرايات المغرب ما شاء الله. وانا السيد من بعوت ديال شي اذاعه فرنسيه هو تيشرح لنا اش بغي يوقع. وي 120 بيرسون او توتال دون سيت ديليغاسيون. ما شاء الله اربعه الطيارات، نسيت ما قلتها لكم، هادو ثلاثه اربعه. اربعه ديال الطيارات جايب معاه 120. المهم هما قال لك 140 ولكن في الاول قالوا 120 ما بقيتش فاهم. المهم ان 120 واحد ما بين
بيناتهم تسعود، باش تخيلوا معايا الحجم ديال زيارات دولة، تسعود ديال الوزراء ديبلاصاو مع ماكرون، تسعود الوزراء من فرنسا والوزراء الكبار. خلي نقول لك وزير الثقافة ذاتي، وزيرة الثقافة، وزير الداخلية، وزير الخارجية، بزاف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بلا ما نهضروا قلت لك على بزاف ديال، جيب معاه بزاف 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 ديال المستثمرين، صافي ديال الفلوس داخلة، مستثمرين بجد. حنا تنعرفوا ان فرنسا هي اكبر مستثمر في المغرب، اكبر مستثمر في المغرب، وبيان سيغ هاد الزيارة هادي جابت معها استثمار اخر فوق الاستثمارات اللي كاينين. هادشي جميل والله يكمل بخير. De mémoire, il y en a eu des délégations très grandes, mais celle-là, elle est vraiment XXL dans une ville. Regardez, Rabat, le cœur du Maroc ici, complètement flancardé de drapeaux français, marocains, pour montrer que oui, ça y est, il faut tourner une page après les brouilles dont vous avez parlé. Et donc, dans cette délégation, il y a, par exemple, une quarantaine d'industriels, de chefs d'entreprise, de très grands groupes, qui viennent pour échanger sur différents sujets. Il y a aussi... des sportifs, Teddy Riner qui sera présent pour parler de son côté d'engagement du côté des sports et des compétitions aussi à l'approche de compétitions sportives qui vont avoir lieu ici au Maroc. Et puis vous avez des personnes comme Bernard-Henri Lévy accompagné d'Ariel Dombal ou encore Jamel Debbouze et Gérard Darmon. Bref, les petits plats dans les grands de la part de l'Elysée, d'Emmanuel Macron qui veut venir ici en nombre pour relancer les discussions et les dialogues. Regardez derrière aussi les télévisions hein, qui sont présentes, télévision marocaine qui va retransmettre en direct, un peu comme pour le 14 juillet, ce qui sera une sorte de parade tout à l'heure pour tenter de mettre fin à des brouilles, notamment sur le plan de l'immigration, avec la présence de Bruno Retailleau, à noter aussi Ashley. Il sera présent et il compte bien se faire entendre sur des dossiers qui sont les siens. Ok, marhaba ya marhaba. Ouf, عند فرنسا. فرنسا كانت شوية البلبلة وشوية الهضرة. أجي نسمعها أش كتيتقال. كلشي هادشي قبلة. Quantaine de patrons, de start-up, de PME, mais aussi de très grands groupes. Airbus, Safran, Alstom, Engie, CMA, CGM, Thales, Total Energy, nos champions français du CAC 40. L'idée, c'est de renforcer l'entente économique franco-marocaine? Oui, d'autant que les échanges sont florissants. Ils ont atteint 14 milliards d'euros en 2023. C'est deux fois plus qu'il y a 8 ans. Le Maroc est le premier pays africain à investir chez nous. Et la France est le premier pays tout court à investir au Maroc. 1300 entreprises françaises y sont présentes. Plus de 13 millions de Marocains parlent français. صعيب نتفرقوا على فرنسا، صعيب صعيب جدا نتفرقوا على فرنسا. كنت قلت لكم في الفيديو شحال هادي شحال واحد تيقول لي علاش وهذا وما نتفرقوش وعلى ما مالناش بينا بها، حنا بغينا الانجلي وبينا يا ودي. انا ما هضرش على اللغه، تهضر على فرنسا. فرنسا والمغرب صعيب يتفرقوا، صعيب يتفرقوا، راه حيت اول مستثمر في العالم في المغرب هما الشركات الفرنسيه. ما يمكنش تجيو تجري على 1300 شركه، 1300 شركة وماشي شركة صغيرة، راه كبار الناس قابطين بزاف في لي دومين، ما يمكنش. دونك الحل الوحيد هو أن يكون ديما بيان سيغ المغرب ديما عنده سيادة على بلده، على كل شيء، وعلى استثماراته وعلى شركاته. ولكن مرحبا بالاستثمارات الخارجية، راه تيدخلوا لنا الفلوس، ومرحبا بيان سيغ أنهم يكون ديما واحد تقارب غانيو، يعني كلشي منفع. والله يسر، مرحبا مرحبا بهم. ايوا تنعاودها، راه صعيب اننا ماشي صعيب. المهم هاد الساعه بعدا امبوسيبل اننا نتفرقوا مع فرنسا. C'est celui des infrastructures. Oui, parce que le Maroc organise bientôt deux grands événements sportifs, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine, et surtout la Coupe du Monde de football. D'ici là, le Maroc veut prolonger jusqu'à Marrakech sa ligne de train à grande vitesse. L'Office national des chemins de fer marocain veut aussi se doter de 160. هاد الخدمه هادي ولا هاد الطوسي هذا نتاع القطارات ونتاع السكك الحديديه خدتوني شركه فرنسيه باش يبرولونجيو السكك الحديديه حتى لسميتو حتى لمراكش تي جي في تهضروا. 68 trains supplémentaires dont 18 rames de TGV, contrat à 1,5 milliard d'euros qu'Alstom rêve de décrocher. انا شتي الكونترا، ولكن على علمكم الكونترا رخيصه بمقارنه مع دول اخرين.
عطيناهم حنا مليار ونص ديال الاورو بيان سور باش يكم باش المهم باش يوجدوا لنا على الشركه باش توجد لنا هذوك السكك الحديديه والقطار او التالي كابين. المهم داكشي ما غادي ندخلوش فيه باسكو ما فاهمينش فيه 100%. من بعد نهضروا في هذا الموضوع. Les trains et des avions, Pierre. La compagnie nationale royale Air. Les trains ou les avions. Maroc veut reconstituer sa flotte de longs courriers, près de 200 avions. On parle aussi d'une quinzaine d'hélicoptères militaires Caracal pour plus de 600 millions d'euros ou encore. كاين الصرف مش عاريين حتى حنا معاهم، جايبين الاستثمارات والفلوس مدخلين لهم حتى حنا عاطين لهم الفلوس شاريين من عندهم شحال من حاجه. Le sous-marin du français Naval Group. Et puis le secteur de l'énergie pourrait être aussi pourvoyeur de contrats. C'est la caution verte de ce voyage, des projets éoliens et solaires dans le Sahara marocain. En plus de ça, Pierre, le Maroc, c'est aussi une position géographique stratégique. En faire un partenaire économique privilégié en opération marocaine gagnant-gagnant donc pour nos entreprises. غانيون غانيون هذه هي اهم حاجه في هذه الشراكه ما بيننا وما بين فرنسا حيت ما يمكنش اننا نتفرقوا كاع حتى الساعه دونك الحل الوحيد هو ان كل شيء يكون رابح من هذه الشراكه هذه هي اهم حاجه وهذا الشيء اللي بغينا لبلادنا ويكون الثقه ويكون كل شيء هو هذاك ايوا واحد اللعيبه هي حتى هي واحد سمعوا معايا الفرنسيس اش كانوا تيقولوا هي نهار ولا يومين قبل ما يجي ماكرون très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays aujourd'hui s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ses conditions à d'autres comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de voilà la conclusion de cela. Et bien sûr, un autre irritant pour les Algériens, puisque l'irritant Sahara occidental est un irritant que, sur lequel les Algériens voilà, se reposaient, et puis dans le sens inverse. Voilà. Alors, on a qui nous entoure des. هذه الكلمات تاع الصحراء اوكسيدونتال تيقولها ديما هما وقالها حتى ماكرون في البرلمان دابا رجعوا لهذا الموضوع هو بين نهضر عليه انه هذيك الكلمه حيت ناضوا الكلام غير تيهضروا عليها وقال لك انه زعما ما المهم دابا رجعوا لهذا الموضوع تاع انه ما عرفش راه هي هذا الهضره الخاويه صحراء اوكسيدونتال تيقولها هما فرونسي في الكلمه ديالهم ولا في المعجم ديالهم ولا هذا تيقولوه كانوا تيقولوا صحراء اوكسيدونتال بيان سور تهضر على السياسيين دونك هما ما كانوش كانوا ندخل ولا ما عرفت كي كانوا المهم مازال ما عرفوش ولكن الكلمه باقيه نفسها ما معني حتى انه هذا الشيء تينقص من الاعتراف ولا شيء لا هذيك هضره ديالهم سوقهم هذاك دابا تبدل من هنا لقدام ان شاء الله اي اون فاج النهار اللي هو والبارح اليوم الثالث والبارح سي ماكرون جا ولا ما ساليتش نوجد لكم الفيديو من قبل دونك ملي ما ساليتش وما كنتش مسالي نصور دونك اش درت جمعت الفيديوهات باش انني نوجد لكم فيديو على الزياره كامله دونك غادي نمشيو دابا من الاول حتى اليوم لو تخوازيام جور ديال ماكرون في المغرب اللي غادي يمشي فحالو في العشيه اوكي ليتس جو كما تشوفوا ما شاء الله ها هو سيدي ماكرون هو ومراته بريجيت هابطين وشوفوا معايا ما شاء الله شوفوا معايا البروتوكول الملكي خلينا من هناك لمسة يد وخلينا من فهمتوني ما شاء الله يا مالكنا الله يحفظه وينصره الله يخلي ليه صحيحته لا اله الا الله دابا نهضروا على العكاز اللي داير في اللي قابط في يديه دابا نهضروا على صاحبة السمو الأميرة لالة خديجة ما شاء الله عليها 17 عام الله على مولاي رشيد والأسرة العلوية كاملة
معايا البروتوكولات، ما كاين لا مسلدين لا والو، كاين الاحترام. وهذا هذا لو جيست هذا اللي تيدير ماكرون بيان سيغ راه فهموه علموه انه بروتوكول، كاين سيدي الاحترام اييه، ولكن ما كاينش البوسان. وهذه اللقطه تيديرها الملك، الملك براسو محمد السادس نصره الله، هذه يديرها البريجيت حتى هي ماشي هنا، ولكن تيديرها في في المأدوبه، مأدوبه العشاء احتراما. ما شاء الله على لالا مريم، لالا مريم جميل جميل. نكملوا مع باقي الاستقبال المتعدد. راه كنهضروا ما شاء الله في ظهور رسمي لالا خديجه، اميره لالا خديجه الى جانب والدها وشقيقها في استقبال رئيس عادة التي تجمع الملدين. زيارة ستزيد من تعميقها وسر العلاقات الثنائية. ما شاء الله ما شاء الله على السيدة، كبرت غبرات وكبرت ما شاء الله، الله يحفظها. هي المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي المواقف الثابتة والحازمة مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها، وتبتغي خلق ظروف مواتية لتحقيق الأمان المشترك ذي قيمة مضافة عالية من شأنه تعزيز التنمية المتوازنة والمتناسقة. ما شاء الله 55 عليها الله يحفظها، ها هي كانت صغيرة ما شاء الله. شافوا معايا بيقولوا ما شاء الله دغيا دغيا مشى الحال. ايوا كما قلت لكم هذيك اللقطه اللي هضرت عليها نتاع نتاع العكاز، قال لك سيدنا الله ينصرو بخير وعلى خير، حيت شفناه في في التعديل الحكومي كان مسكين شي حاجه في ظهرو مع انفجار، وكما شفتو الطبيب ديالو قال لك سيدي الحمد لله الاعراض الطبيه قالت لك قال لك التي صاحبت جلالته مألوفه جدا وتستجيب للعلاج بسبب انكماش عضلي على مستوى الظهر من الجهه اليمنى. شتي وقع عليه انكماش عضلي على مستوى الظهر من الجهه اليمنى هو اللي خلاه في التعديل الحكومي بحال هكاك، ودابا الحمد لله قال لك هادشي بسبب ضغط العصب الوراكي. يعني اشنو هو ضغط العصب الوراكي؟ صافي غير انه تي جهد راسو، مجهد راسو ياك هكا تنقول، المهم تيجهد راسو وما شاء الله عليه راه واقف على كلشي. الله يحفظه الله يعطيه صحيحته، هادشي اللي بغينا. ونفس الهضره نسمعها من عند الرمضاني، هادشي المغاربه خاص يقتنعوا به ويفهموه ويوعاو به. قلنا في العنوان مغرب العزه بين الامم، ما خصناش نحشموا الغرور بانه مالك مغرب اختار العزه لبلده ومملكته امام الامم. او دار العز بلادو من ربحان، النخوه كتعطي النخوه، الانفه كتعطي الانفه، اما الغير لانه بزاف الناس كانوا شوف علاقتنا بالملكيه السي عمر ماشي علاقه سياسيه فقط، ماشي علاقه ديال الحكم فقط، الجانب الانساني حاضر. المغربي مشغول بالظهور ديال الملك ديالو، قد يظهر متعبا كل بشر. الجميل في الملكية المغربية وأنه نظامها صحيح، الحالة ديال التعب الحمد لله ما فيش حتى حين ظهر الملك محمد السادس. في الأسبوع الماضي بمناسبة تعيين الحكومة في نسختها الجديدة التعديل الحكومي وبعد استقبال وتعيين تسليم الضهائر لبعض المسؤولين، طبيعي المغاربة واليوم كذلك اللي كان ندير العكاز، طبيعي المغاربة يتشاوروا على ملكهم، طبيعي المغاربة يتعاطفوا مع ملكهم، طبيعي المغاربة يهمهم الحالة والصحة والعافية وحتى الغنى. المغاربة دابا يفرحون لابتسامة الملكية. وقرأت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي غير التوضيح السادة المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات.
تخيلوا معايا ما يمكنش هاد اللقطه شي واحد ما توقعش ليه. فاش تنشوفوا ملكنا فرحان تنفرحوا تنفرحوا بواحد كتخرج ليك الضحكه بواحدك هادشي كاع بلا ما تكون حداه تنهضر ليك انا اي تكون في التلفازه ولا تشوفوا في التليفون ولا شي حاجه والله الا تخرج ليك الابتسامه بوحدها الا شفتي لا ميم شوز تتوقع حتى الا شفتي ولي العهد حتى الا شفتي ولي العهد حتى هو نفس الحاجه ما شاء الله الا ابتسم تتبتسم معه فضل من عند الله هادشي اللي كاين والحمد لله. شفتوا الملك محمد السادس اليوم مسنود الى عكاز كيتمشى الحمد لله صحيحة وعافية ولكن مسنود الى 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 عكاز لكل ما في الامر حسب مصادر موثوقة وعلى اطلاع كل ما في الامر يمكن شعاب لي على مستوى الظهر من جهة اليمين بسبب ضغط العصب الوركي كنقولوا احنا السياتيك يعني إصابة خفيفة الأعراض ديالها بدات أو بانت كذلك كيف ما قلت في استقبال الحكومة في نسخته الجديدة بعد التعديل الحكومي الأخير وفي مراسم تعيين الولاة والعمال طبيب متخصص في أمراض الجهاز العصبي اش كيقول في هذا الموضوع مثل هذه الأعراض الطبية مألوفة كثيرا يعني هذا الشيء كاين استجيب للعلاج هذا أهم ما في الموضوع وهي غالبا ما تكون ناتجة عن ضغط جذر العصب في العمود الفقري والطبيب يطمئن المغاربة حول صحة عاجل البلاد مؤكدا بأن هذه الأعراض تسبب في الغالب ضغوطا تظهر جلية على الوقوف والمشي يعني اللي كيكون في هذه الحالة ديال الضغط كتبان في الحالة ديال الوقوف في الحالة ديال المشي ولكن لا تدعو لا إلى قلق والأهم أنها تستجيب بسرعة للعلاج والاستشفاء إذن والله العظيم إلى أجمل ما في الموضوع وحتى إن كان في حالة تعب بسيط شوف ما يحقق لبلاده ولبلده وفخر الله لم تزوع هذا الرجل ما شاء الله معقولة جدا شوف ما شاء الله السيد مسالي والله إلا مريض مسكين وعيان وشوف ما يحققه هو مريض وعيان وشوفوا معايا ما حققه طوال هاد 25 سنة نحفظنا ملكنا والحمد لله هادشي كله فضل من الله أنه رزق المغرب والمملكة المغربية الشريفة ملوك وسلاطين اللي تهلاو في البلاد